ايه بس اذا جيتوا لهون وشفتوا شغلنا بركي. تمام، فهمت، فهمت عليك. تمام، تليفوني صار عندك، يعني بحال غيرت رأيك. طيب يسلم. شوفي ليش قلبي وشك. هذا منصور بيك نشر الخبر بكل السوق، أول ما بحاكيهم بيكون ما في ألطف منهم، وبعدين بس يسمعوا اسمنا بيتغير تعاملهم معنا، ما حدا بده يتعامل معنا بنور. وشو قلت هالأصل اللي عملها هاد؟ شو بيعرفني؟ خرف يمكن. شو بدنا نعمل؟ مرحبا. أهلين، تفضل. لميس أليبول موجودة؟ تفضل. أنا قدري شلبي، منافس منصور بيك، وعرفت بكل شي صار معكم. اي طبيعي لازم تعرف، كل السوق صار يعرف. قلنا له انه في حدا سرقنا الفساتين، بس هو ما عم بيصدق الموضوع. منصور بيك ما عنده مزح، وخاصة موضوع الشغل. بس هلا انا ماني هون لاحكي عنه ابدا. لميس خانوم، الفساتين اللي خيطتوها اول مرة عجبوني، واذا بتقدري تخيطي لي نفس الموديلات اللي عملتوها لمنصور بيك. لا والله، يعني الموديلات هدول بس عملناهم لمنصور بيك، بس اذا بدك بنعمل لك احلى منه، لا تخاف. ايه بيصير. قديه كان يعطيكم على القطعه الوحده؟ يعني الاغراض عليك ونحن اجرت ايدنا 100 ليره على القطعه الوحده. ماشي، انا بعطيكم 50 بس. ايه بس ما بصير هالحكي. شو 50 ليره؟ هيك بتكون عم تستغل وضعنا، والشغل ماله صح. مو معقوله ما حدا بيشتغل بهيك سعر. والله انت ادرى انسي لميس، سمعتكم بالسوق صارت كتير بشعة، بتوقع بتعرفي، وانا بهالحالة رح خاطر اوثق فيه. لميس أليبول، تفضل خذوا الماكينات شباب. بس ليش؟ ليش؟ بس دقيقة، بدنا نحجز على الماكينات مقابل الدين يلي ما قدرتوا تدفعوه للسيد منصور، وما بدنا مشاكل. ايه بس رح ندفع له كل المصاري، والله رح ندفع له كل المصاري، بس هو يصبر علينا بس شوي. اسمعي يا خانم، انا عم نفذ الاوامر وبس. شو بدنا نعمل لميس؟ الخرب بيتنا. ايه بما انه رح ياخذوا الماكينات فبظن ما عاد في داعي نحكي باي شيء ابدا. عن اذنك انسي لميس. سيد قدري، سيد قدري استنى شوي لو سمحت. سيد قدري بس دقيقة، بعرف انه صعب توثق فينا بهالموضوع، بس لازم نخلص بأي شكل من الأشكال من هالقصة ضروري يعني، ولهيك إذا بتعطينا ماكينات بنشتغل بخمسين ليرة. كيف يعني؟ بدكن يعني أعطيكم ماكيناتي لتشتغلوا؟ ايه صح، بعرف انه بعد اللي صار صعب تأمن عليهم عنا. فيك تاخد أجرة الماكينات، يعني اعتبرنا رح نستأجرهم منك، منشتغل عليهم وانت بتاخد أجرتهم. ايه لكن بتخيطوا الفستان بأربعين ليرة. ايه تمام، بس هالسعر على الدفعة الأولى، وإذا عجبتك ما خيط الدفعة الثانية بستين ليرة وبتضل الماكينات عنا. شاطرة بالتفاوض أنسي لميس، عجبتيني كتير. تمام اتفقنا. بكرة الصبح ببعث لكم الماكينات تبعوتي، خلونا نبلش بمية فستان خلال أسبوع. تمام اتفقنا. اتفقنا. يلا مع السلامة. شكرا. يا الله يا بنت برافو عليكي، والله أنا كتير فخورة فيكي، لولاكي شو كنا عملنا. شو صاير لكم عزيزة عم تمدحني من الصبح وانتي هلا؟ صحيح، خلينا نخبرها كتير رح تنبسط. ايه خلينا نتصل فيها. يلا كرمنا çak bir kibrit rolunu ver ver ateşe omuzunda hayatın yükü yüzünü dön dön güneşe güneşi bir el ateş ettik bilmedik kendimize inettik ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe bile bile daldık ateşe kimse tutmadı elimizden her bela geldi peş peşe. والله لا احلى، كل حدا بيقرب على اخي حتى ما تفهمت انت وياه.
وحرقت الواحد بيقرب على عائلة ألي بول. بعرف إنك هون، طلع ورجيني حالك. شبك عم تعيي؟ سكوت بقى، صرعتني. سكوت أحسن ما كسر لك راسك. طلع ورجيني عضلاتك. يا الله دخيلك شو هالولادك. ايوه، وتنضب ببيتك. امشوا شباب، بعرف انك هون، اطلعوا لا جبان. خلصني، اطلع فرجيني ما راجلك. عمل لك اطلع. امشي معي، امشي. اخلوا اصلا انا جاي لك. خلاص اخرسي عمي. وصفي اوعك تقرب، فهمت؟ بالاول منحكي، بعدين بيصير اللي بده يصير. اللي بده يصير انه بدي موتك. في هالمرة كتير غنية، بس ما في عندها حدا بنوب، ناطرة الموت لحالها. هن هربوا من وضعها أصلا، ما حدا بيقدر يتحملها. لك أنا بتحملها. خلص اطمنوا انتو. يا ست، ما بتتخيلي هالغنية قديش بتأثر فيني. هلأ شكلي حبيتك من قبل ما أشوف جمال وشك، حتى أنا وقعت ببحر الحب والعشق والغرام. فيك تعيد شو قلت؟ أوه، الرجل الآلي. قلت حبيتك قبل ما أشوفك. لا لا، مو هالجملة، الغنية. تمام.
بس بدك تعذريني صوتي تعبان شوي. ولي علقة. قلي يا حلو جابك عليا. يلا طلعي خلصينا خلينا نمشي، بدنا نروح لعند هذيك المرأة اللي حطينا عندها الولد. على فكرة هالشي كان كتير مفيد للولد، المرأة كتير عم تهتم فيه هلا، عم بيلعبوا مثل الولاد. مين هذا اللي عم بيتصل؟ قالوا نعم؟ قالوا لميس، أنا بدر. أي بدر؟ ليك اسمعيني منيح لميس. عم بسمعك. أنا بدي كام يوم بس لحتى بين، مشان ما ينشغل بالك. ليش شو صاير؟ ما في داعي للخوف، أنا مع سامح هلا. نهال كانت بدها تنهي الموضوع من الأساس، مشان هيك. بدر أوعك تعمل شي شغلة سخيفة، ماشي؟ أنا اتصلت فيكي مشان ما ينشغل بالك علي، ماشي؟ ما في داعي للخوف، روحي. أنت لا تعطي همي أبداً. مثل ما قلت لك مشان ما ينشغل بالك أنا رح أختفي كم يوم أنا وسامح، تمام؟ إيه ماشي، بس هلا والله شغل بالي. بدر أوعك تعمل شي شغلة وتوقع حالك بمصيبة الأول ما لآخر. طيب يلا يلا ما في داعي للخوف هلا، شوفك كلها كم يوم. بدر يلا. شو عمل هالمرة؟ يعني إذا بده يحل الموضوع اللي بينه وبين نهال شو دخل الولد بالقصة؟ طيب حبيبتي لا تعصبي لهالدرجة، هدول أهله وهنن أدرى فيه، خليه يعمل شو ما بده، المهم يخلص من مرته. خلص عزيزة هون؟ لا يعني ما أجيت؟ ما أجيت، ليش؟ شو يلي صاير؟ تركت رسالة وبعدين راحت، اتصلت فيها وما ردت، أكيد راحت لعند الزلمة. أي زلمة ها؟ لا تدوروا علي، أنا رايحة حل مشكلتي مع حيدا بشكل نهائي. والله مو معقول. أكيد جنت، أكيد جنت هالبنت. شو رح نعمل؟ استنى، اتصلت فيها كتير ما عم ترد على التليفون ابنه. طيب شو الحل؟ يلا خرسي لها التليفون. ليك حيدر هدول ما رح يحلوا عنك، لازم تسلم حالك لحتى تنحل هالقصة، تنحبس لك فترة وبعدين بترجع بتطلع. شو فيها؟ يعني هالشي بيستاهل برأيك؟ حيدر فكر فيها، حتى لو قتلتني شو رح تعمل؟ بتقضي كل عمرك وانت بالسجن بعدها. شو اللي بيضمن لك ترجعي على قضنا؟ شو احكي؟ ومين جاب سيرة قضنا؟ مين قال لك انه بدي روح على قضنا؟ نحن اتطلقنا. ليش ما عم تفهم من ساعتين وانا عم حاول اشرح لك؟ انت اجبن من انك تقتلني، بعرفك اكتر من حالك. حيدر نحن تركنا بعض، يعني اتطلقنا مشان نعيش حياتنا. ما راح اتركك، عم تفهمي؟ لك انا بحبك يا عزيزة. حب شو بالله؟ رد علي، مو هذا الحب حيدر، واذا هذا الحب ما بدي اياه. بعدين اذا بتحبني بدك تستعبدني؟ هالشي من حبي لإليك، من عشقي لإليك، ما بدك يعني عاجبك الشرطي ما هيك؟ انا راح ضل وراك يا عزيزة. اسمعني منيح حيدر، هدول الناس فتحوا لي بيوتهم واهتموا فيني، انت ضربت الولد يلي بيعتبره مثل اخي بالسكين يلي بايدك، اذا بتقرب عليهم مرة تانية ما تلوم غير حالك. تعرفني بقتلك وبقتل حالي ومو فارقة معي بنوب، هذا الحكي بتعرفه منيح، فهمت؟ بطلع بروحك. صرعني هاد، سكري هالتليفون بقى. لميس عزيزة، لميس عزيزة، لميس لميس، أنا هون بيت. يا حيوان، لك خلاص بيت العم وصفي، بيت العم، هدول ببيت العم وصفي، ببيت العم وصفي، من 6172 للمركز. أنا بحاجة لدعم عاجل بشارع شمال جنب بالتا. أنا بدي أقول لك قديشك حلوة وأنيقة كمان، وبصراحة أنا بدي أعترف لك بسر، أنا كنت طول عمري أحلم إنه لاقي مرة مثلك بجمالك ولطافتك ونتزوج أنا وياها، وفجأة طلعتي بوشي أنتي. بعرف إنه حلم كتير بعيد، بس حاولي تتخيلي إنه قاعدين بجنينة ببيتنا سوا، قاعدين على ضوء القمر هيك معانقين بعضنا وعم نتفرج على نجوم ونحن عم نشرب كاسة بيرة. شو رأيك نحققه لهالحلم؟ بس خلينا بالأول نعرف بعضنا أكثر، رح ننام مع بعض يا ترى؟ سوا 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 يعني معقولة إنه ما ننام سوا أنا وأنتي؟ شو السؤال هذا؟ معقولة تسألي هيك؟ طبعا. بس شو رأيك بالأول إنه أنا وأنتي يعني نعمل لفة صغيرة بالمشفى؟ أول شي منروح على قسم الاستقبال لأنه هنيك بيعملوا شاي كتير طيب، منشربه سوا ومنقعد بالكافتيريا الحلوة ومنحكي شوي ومنتعرف على بعضنا. يلا
عم تسأل إذا بدنا ننام مع بعض شو هالمصيبة هاي؟ يلا يا أميري، أنا هلأ رح خليك تشرب دواك. يلا افتح تمك لشوف. ليك أميري، إذا ما طبت وتركتنا على بكير وقتها شو رح أعمل بدونك؟ ولحيك أنت لازم تطيب. خليني امسح تمك. شو رأيك تحكي لي شوي عن حالك؟ انت لشو كنت مكرس حياتك قبل ما تشوفني؟ ايه طبعا بحكي لك عن حالي شوي. انا يعني كنت ضابط طيار وتقاعدت على بكير، بعدين انا كرست حياتي لعائلتي ولولادي وللحب ولنشر السلام بالعالم. ايه وبحب ساعد البشر وبعدني مستمر بهالشي وما رح وقف لموت، ومن اليوم ورايح رح تكوني واحدة من عائلتي ان شاء الله، ورح نعمل هالشي انا وياكي مع بعض يا حلوة. رجع لورا بسرعة، رجع لورا عم اللاب. اهدى، رجع لورا. تمام بس اهدى. الله يلحقك يا ورا. عزيزة لم يسلق نزل سكي بريدة. ارجع لورا والله العظيم بتبعها. ما وفهم منيح، اتركها لا تجن احسن ما قلتلك واخلص منك. يلا هاي المرة مرتي، انتو شو دخلكن؟ ولك اتركها لمين، لا تقرب هلأ بيصير لك شيء انت كمان. شو رح نعمل لميس؟ شو بدنا نعمل لك؟ مشان الله المكان كله محاصر، صدقني اذا بصير لها شيء رح تموت. حط السلاح على الارض، روق شوي واللي بدك يا بصير. اوعى تقرب والله ما برحمك. ماشي طول بالك حيدر، هي بعت سلاحي. الكل ينزل السلاح، نزلوا السلاح. منيح هيك، اهدى شوي. ماشي اسمع حيدر، انت محاصر لهيك لا تعمل شيء تخلي محكوميتك تصير اكبر. نحن رح نحكي بهدوء. خليك عندك. اتركني كلبشات احمد. يلا ما رح خليكم تعيشوا ابدا، رح اقتلكم مع بعض. ايه ماشي بس بالاول يا واطي لازم تطلع من السجن مشان تهدد الناس. بدي اقتلكم. حركوا. لا خلص كل شيء، خلص كل شيء، طمني ما على قلبك. يا برافو عليك، برافو، شكرا كثير لك. في يا زومبي، إذا ما باخذ لك كل مصرياتك وما بخلي لك ولا ليرة بورجيكي. شو هالقرف هاد؟ يعطيك العافية. إيه يا ترى شو وضع الشاب تبعك؟ إيه طبعاً صعب هالشي لأنه بعد ما يصير الواحد عمره 150 لازم يموت. إمتى الورطة رح تجي يا ترى؟ أنا ما عم أفهم شو عم تقول، لا تأخذني. خلاصنا بقى بلا هالحركات. أنا فهمت عليك من أول ما شفتك معه. طبعاً نحن مثل بعض أصلاً، قاعد عم تدوري على واحد تورتي. طيب طيب إيه طيب ماشي، عم حاول خليه يوقع من زمان بس مو قبلان أبداً. صار على حفة قبره ولهلأ عم يقلي خلينا نتعرف على بعض. يلا خلصني يموت من شان يموت. خلصنا، موت بقى موت. أنا ما بقدر أقول له هالشي طبعاً. قولي قولي فضفضي، هي اللي عندي أضرب كمان، قال بدها تتعرف عليه صحيح؟ شو رأيك نحن الأربعة نضلنا مع بعضنا؟ معقولة؟ شو رح نعمل نحن الأربعة؟ رح نلعب يعني؟ مو هيك، أنت كل الوقت بتقعدي بتمدحيني قدام هاي الزومبي اللي معي، وأنا بمدحك قدام البيبي تبعك. والله هاي الطريقة اللي عمل لك إياها أحسن شي مشان نحرضهم يوقعوا على العقد قبل ما يموتوا. كلامك مزبوط، ماشي رح وافق. خلينا نشوف شلون رح تحرض.
انت عملتي هيك؟ شلون هيك؟ يا الله منك حكمت، انت جرحك جديد، لا تتحمس كتير. اوف، يعني لو كنا تأخرنا دقيقة كان الزلمة رح يقتلها. أنا ما كان عندي مشكلة يقتلني، خليه يعمل فيني شو ما بده، بس ما كان لازم يدقر أخي حكمات. سامحني حكمات بسبب أكل الضربة سكين من هالحقير. ليش لسامحك عزيزة؟ أنت ما عملتي شي لحتى سامحك، أنت عملتي شي كتير كبير حلال عليكي، ما استسلمتي وضليتي صامدة لحتى قبضوا عليه. المهم هلأ خلصنا منه، برافو عليكي. كل شي عم يرجع لطبيعته شوي شوي. لقينا شغل اليوم. كيف؟ لقينا شغل؟ ايه، كنتي لازم تشوفي لميس وهي عم تقنع الزبون، كانت فظيعة ما خلتها يتنفس، وبكرة رح نبلش. رح قلكم شغلة ومن قلبي، انتو نسوان قدوة عن جد، حلال عليكم، انا عن جد بفتخر فيكم، لازم كل النسوان يعتبروكم قدوة لحتى يعرفوا كيف الحياة بتنعاش. شكرا كتير قلكم لانه عم تكافحوا عن جد. شو رأيكم هلأ نعمل حفلة سوا؟ شو رأيكم؟ منروح على السينما وننبسط هنيك كتير. شو بكم شو ناطرين؟ ايه منروح. بس ليلى لسه ما رجعت. ما لميس؟ الو بدر، الو لميس؟ لميس شو صار؟ دقيتي لبدر مو؟ ايه، ولهلأ ما رد علي، ان شاء الله ما يعمل شي شغلة مو منيحة. وانتي ليش مهتمة كل هالقد فيهم؟ قال لك هو رح يحل الموضوع، بكرة كل شي رح يرجع منيح شوي شوي. بس ترجع لي لاس، رح نعمل احتفال صغير معها لأنه عن جد اختنقنا لميس. ايه والله، بس بدها يومين. فيكو وين اختفى فجأة؟ ما بعرف والله. حكمات فيكو ما اجى اليوم بنوم؟ ما بعرف وما قدرت ادور عليه ابدا، بس مع الاولاد اكيد. يعني مالي عرفانه هي كانت عقوبه ولا مكافاه لإله؟ انا شو قلت لك من الصبح، ما تخافي بيكون مع اولاد الحاره، يعني شو بده يصير له؟ بعدين هو كمان ارتهب، فخليه يغير جو، لا تشغلي بالك فيه. خليني اعمل اكل وبعدين بدور عليه. وقفي شوي، اليوم انا يلي بدي طعميكم. طولي بالك بدي ساعدك قبل ما تخرب الدنيا هلا. عن جد الحمد لله. من اليوم نحن رح نحمي الحارة وما رح نخلي حدا يقرب. لك صرنا عم نمشي من الصبح، أنا رايح البيت. ما في روحة، ما حدا منتون رح يتحرك من هون أبدا، عم تفهم علي؟ فيكو قبضوا على الزلمة، كان متخبي ببيت العم وصفي كل اليوم. عن جد؟ سمعت يا ولد؟ كمان صاروا الختائرة بخطر هلا، ممنوع حدا يتحرك، ما لازم نتحرك من مكاننا. شو رأيك؟ ما بيفيدنا الولد؟ ما بيفيد، شكله ابن شوارع، بس سهل تلعب بعقله. فهمتوا شو عم بحكي؟ بدنا نحمي الحارة تبعنا. انت ابوك واحد سكرجي، يلي صار كان بسبب عيلتك. على اي عائلة عم تحكي؟ على اي عائلة؟ بس انت وياك الحارة رجال. خلص بعد عنه. حاش بقى، نفختوا راسنا وانتوا عم تحكوا من الصبح، وبعدين من امتى في حدا بيحكي عن عيلة التاني؟ القلع. امشي خلينا نروح. امشي. ما بدي شوفك مرة تانية، انت واحد جبان. يا ولد اهدى، بعدين انت ليش متحمس هيك؟ يا اخي انا هيك بس هدول جبناء. ايه طيب، يعني انت بدك تحمي عيلتك وحارتك صح؟ المفروض يكون في حدا يحميها. طيب ماشي، بس انت ما بتقدر تعملها مع هدول، انت بحاجة لناس مثلنا. انتو مين؟ نحنا خلينا نقول انه نحن حراس الحارة جدًا. امشي تعال الا خبرني شو صار معك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.